بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ المحاضرة الأولى في مقرر Principle of Refrigeration and Air Conditioning ME322. طبعا عنوان المحاضرة Air Conditioning Concept and Application. قبل ما نبدأ المحاضرة أذكر الطلبة بضرورة الدخول على الصفحة اللي خاصة المقرر على الفيسبوك اللي هي ME322.eng وعمل لايك أو إعجاب للصفحة حتى تصلك أي إشعارات خاصة تعلن على الصفحة. أيضا لا تنسى الدخول على التليجرام، هناك قناة خاصة بالمقرر على التليجرام اللي هي me322.eng.uot. طبعا عمل أيضا انضمام لهذه القناة على التليجرام حتى تصلك أي إعلانات أو إشعارات تخص المقرر. طبعا نبدأ على بركة الله. في البداية نحب نعرف بالكتاب المنهجي للمقرر اللي ما نسميه textbook. الكتاب المنهجي المعتمد من قبل القسم هو Heating, Ventilating and Air Conditioning by McQuiston وParker and Spittler. طبعا هذا الكتاب متوفر في مكتبة الكلية وأيضا متوفر على الانترنت، ممكن الطالب أن يعمل يدير تحميل لهذا الكتاب. الجريدنج بروجرام بالنسبة لهذا الفصل اللي هو ما نسميه اسلوب التقييم، طبعا هذا الفصل اللي هو فول 2020 هو فصل استثنائي بسبب جائحة كورونا، وبالتالي راح يكون توزيع او اسلوب التقييم كالآتي. بالنسبة للكويزز assignment and project اللي هي الاختبارات السريعة والواجبات زائدا ان كان هنالك project، راح تكون عليها 40% من درجة المقرر. هذه الكويزز او الاساينمنت او البروجكت في اغلب الاحيان راح تكون اونلاين، يتم عمل الاختبارات او الواجبات تكون بشكل مباشر من خلال الانترنت. بالنسبه للميد تيرم اكزام 1 وميد تيرم اكزام 2، طبعا في هذا الفصل لا يوجد لدينا امتحانات نصفيه لا اول ولا الامتحان الثاني، وبالتالي تقييم عليهم لهذا الفصل حيكون 0%. وهنالك عندنا الفاينل اكزام طبعا راح ياخذ 60% من درجة المقرر. في البداية نحب نعرف الابليكيشن اوف ريفريجريشن اند اير كونديشنينج، ما هي تطبيقات الريفريجريشن والاير كونديشنينج في حياتنا العملية. طبعا اول تطبيق عندنا الفود بروسيسنج preservation and distribution، طبعا هي عملية نسميها الصناعات الغذائية من خلال إما عملية حفظ أو عملية توزيع المنتجات الغذائية، طبعا يدخل بها موضوع refrigeration بشكل كبير. التطبيق الثاني اللي هي chemical and process industry اللي هي الصناعات الكيميائية، طبعا يدخل بها موضوع refrigeration والاير كونديشنينج ايضا بشكل مباشر. التطبيق الاخر اللي هو الكولد تريتمنت اوف ميتالز، طبعا الكولد تريتمنت اللي هي المعاملات نسميها الحرارية الباردة للمعادن، هذه احدى التطبيقات اللي يستخدم فيها الموضوع تطبيق ريفريجريشن اللي هي التبريد. والتطبيق الاخر اللي هي في المجال الطبي الميديكال، طبعا احنا نعرف بانه عمليه حفظ الادويه وحفظ اللقاحات بالاضافه الى كثير من العمليات الطبيه تتم عاده باستخدام ريفريجريشن اند اير كونديشنينج. والتطبيق الاخر اللي هي الكمفورت اير كونديشنينج، وهو التطبيق الاكثر استخداما في مجال راحه الانسان نسميها، عاده يستخدم التكييف لغرض راحه الانسان بشكل كبير جدا في المباني وفي البيوت وفي كثير من التطبيقات الصناعية الأخرى. التطبيق الآخر اللي هو الكمبيوتر رومز، وهو من التطبيقات المهمة الآن أصبح في عصرنا الحاضر، ما نسميها الكمبيوتر رومز أو نسميها الداتا سنتر اللي هي غرف البيانات، طبعا هذه تعمل بشكل كبير أو يدخل فيها موضوع الاير كونديشنينج بشكل كبير، ليقوم بعملية تبريد السيرفرات اللي تشتغل في هذه الكمبيوتر زوم أو في هذه الحجرات. التطبيق الآخر اللي هو الفيكولار اللي هي في المركبات، طبعا وفي المركبات عادة ما يستخدم التكييف إما لراحة الإنسان أو أيضا يستخدم لنقل المنتجات المبردة أو المجمدة.
التطبيق الآخر اللي هو في الصناعات النسيجية اللي هو التكستايلز، ويستخدم التكييف بشكل كبير في هذه الصناعات. طبعا تطبيقات الريفريجريشن اند اير كونديشن واسعة وكثيرة، حاولنا أن نمر ونستعرض أهم هذه التطبيقات. السوفتوير المستخدمة طبعا في الاير كونديشنينج and refrigeration and air conditioning analysis and simulation، طبعا هنالك برامجيات كثيرة تستخدم في هذا الجانب اللي في جانب الحسابات والتحليل في موضوع refrigeration and air conditioning. من هذه أو أشهر هذه البرامجيات هو برنامج الهاب اللي يعود لشركة كارير طبعا، وهي من الشركات المعروفة في مجال الـ air conditioning system. الهاب هذا البرنامج الهاب اللي هو الهور لأناليسيز بروغرام، طبعا يستخدم لغرض حساب الأحمال الحرارية في المباني. البرنامج الآخر أيضا المشهور حاليا اللي هو الإنرجي بلس، وهو من البرامج اللي أصبح رائدة الآن في الفترة الأخيرة، والذي يقوم بعمل أناليسيز متكامل للمباني وحساب الأحمال الحرارية وكيفية المحافظة على الطاقة في داخل المبنى. البرنامج الآخر اللي هو الريفت أوتوديسك، هذا البرنامج طبعا من البرامج أيضا المشهورة واللي أصبحت له سمعة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب استخدامه على نطاق واسع في حساب الأحمال الحرارية للمباني. والبرنامج طبعا من إصدار شركة أوتوديسك المشهورة، واللي أحد إصداراته أيضا برنامج الأوتوكاد. البرنامج الآخر اللي هو الكول باك، وهو من البرامج المستخدمة في حسابات دوائر التبريد الريفريجريشن سيستم، وعمل أناليسز لهذه أو عمل تحليل لهذه الدوائر. نعرف الاير كونديشنينج في البداية. الاير كونديشنينج طبعا عادة ما يستخدم لبعض المختصرات مثل A/C أو الAC، أو مرات يكتب AirCon بشكل مختصر. طبعا تعريفه هو معالجة الخواص الفيزيائية للهواء اللي تتمثل بدرجة الحرارة، رطوبة الهواء، نقاوة الهواء، وتوزيع الهواء. طبعا هذه الأربع متطلبات هي اللي تدخل في تعريف الـ Air Conditioning. نعيدها مرة ثانية، اللي هي درجة الحرارة، رطوبة الهواء، نقاوة الهواء، وتوزيع الهواء. نتكلم عن الهيستوري، يعني متى ظهر موضوع الاير كونديشنينج. طبعا موضوع الاير كونديشنينج هذا ظهر من بدايات وجود الإنسان. دائما الإنسان يسعى لتوفير بيئة مناسبة وملائمة لي وأيضا لمتطلباته في الحياة. فنلاحظ في الحضارة المصرية وجدت بأنه كانوا يستخدمون الاير كونديشنينج بشكل مبسط، حيث كان يضعون أنواع من القصب على النوافذ، وهذا القصب عادة يرش بالماء، فبالتالي عند دخول الهواء من النافذة يقوم بتبخير جزء من هذا الماء، فعملية التبخير هذه تؤدي إلى تبريد الهواء، وبالتالي الحصول على هواء منعش في داخل المبنى. أيضا وجد هذا في الحضارات أيضا اليونانية، ووجد أيضا في الحضارات الفارسية القديمة. كان هنالك بعض القنوات مثلا تمرر في من خلال الجدران، والهدف منها هو إمرار الماء البارد في فصل الصيف، وبالتالي يتم تبريد الجدران، وبالتالي يتم تبريد السبيسز نسميها أو الحجرات في داخل المبنى. إذن التاريخ يرجع إلى فترات قديمة جدا بالنسبة لموضوع الـ Air Conditioning. المودرن Air Conditioning طبعا وما نسميه اللي هو التكييف الحديث، هذا ظهر في القرن 19 طبعا، تحديدا في عام 1902، وكان أحد المخترعين لهذا هو ويليز كارير، وهو طبعا الآن هنالك شركة كارير اللي هي معروفة باسم هذا المخترع. طبعا
استحداث الاير كونديشنينج او التطور اللي حصل عندنا في الاير كونديشنينج ادى طبعا انه في عام 1920 في الولايات المتحدة تمكنوا من اسكان المهاجرين في المناطق اللي نسميها السن بيلتس، اللي هي المناطق الحزام الحار اللي كانت سابقا لا يستطيع الانسان العيش فيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. طبعا بفضل الاير كونديشنينج وتوفير البيئة المناسبة للانسان تمكنوا من استغلال هذه الاماكن بشكل افضل. طبعا عام 1902 تم بناء اول نظام تبريد اير كونديشنينج يونتس تدار بالكهرباء، وكان هذا الفضل طبعا يعود الى المخترع اللي هو ويلز كارير. طبعا هذا كان في بافالو في ولاية نيويورك. ما هي فوائد الاير كونديشنينج؟ What are the benefits of air conditioning؟ بالنسبة للاير كونديشنينج أول فائدة لي طبعا هو الفائدة المهمة والأساسية بأنه يوفر لنا بيئة مناسبة لراحة الإنسان خلال كل فصول السنة، يعني خلال فصل الصيف، فصل الربيع، فصل الخريف، وأيضا فصل الشتاء. الفائدة الثانية أنه الاير كونديشنينج لنظامي عمل اللي هو الهيتينج اند كولينج، فبالتالي هنالك مجرد نسمي تشينج اوفر سويتش، يعني هنالك مجرد سويتشز يتم تغيير من خلاله الاير كونديشنينج يونت الى العمل ككولينج في فصل الصيف، وايضا تعمل كهيتينج في فصل الشتاء. ايضا من فوائد الاير كونديشنينج بانه عاده في منظومات التكييف ما يتم استخدام فلترز، والفلترز هذه تقوم بتنقيه الهواء طبعا او العوالق نسميها اللي هي تكون بالهواء، وبالتالي توفير هواء نقي في داخل السبيسز، بالاضافه الى توفير هواء نقي ما نسميه الفريش اير الى داخل السبيس. الميزة الأخرى اللي في الاير كونديشنينج وهي أنه لما تكون عندك درجة الحرارة في الخارج غير مناسبة، يعني إما تكون درجة الحرارة مرتفعة، فبالتالي استخدامك للاير كونديشنينج راح يؤدي إلى توفير بيئة مناسبة في داخل السبيس، وأيضا عملية الوحدات هذه وحدات التكييف تقوم بإدخال كمية من هواء التهوية اللي هو الهواء النقي المطلوب لراحة الإنسان في داخل السبيس. ايضا الفائده الاخرى بانه باستخدام منظومات التكييف ممكن ان نخفض درجه حراره السبيس بشكل سريع، او ان نرفع درجه حراره السبيس لما نتكلم عن فصل الشتاء الى الدرجه المقبوله او المناسبه لحيث يشعر بها الانسان بالراحه. ايضا من خلال اير كونديشنينج نستطيع ان ننظم او نسيطر على الرطوبه في داخل السبيس. الميزة الأخرى طبعاً الـ Air Conditioning بأنه الـ Doors and Windows can be kept closed، فراح ممكن من خلال استخدامك لأجهزة التكييف أن تبقي على الأبواب والنوافذ مغلقة، وبالتالي راح تزيد من security نسميه أو الأمان للمبنى، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول الحاجات الملوثة من الخارج زي يعني مثل الأتربة أو الغبار أو حتى الحشرات اللي تكون موجودة في الخارج. الميزة الأخرى بأنه الهواء في داخل الغرفة عادة ما يتم سحب هذا الهواء من خلال منظومة التكييف أو وحدة التكييف الداخلية. طبعا هذا الهواء يمر على مجموعة من الفلترز أو نسميها المرشحات، وبالتالي هذه الفلترز راح تقوم بتنقية الهواء من أي عوالق مثل الغبار أو الأتربة اللي تسبب الحساسية لبعض شاغلي الحيز، وبالتالي راح نتخلص من هذه المشاكل. طبعا الفوائد كثيرة جدا، هذه أهم الميزات في موضوع الـ Air Conditioning.
راح نتكلم الآن the methods used in air conditioning، ما هي الطرق اللي نستخدمها في عمليات تكييف الهواء. طبعا الطريقة الأولى وهي الطريقة الأكثر شيوعا هو ما نسميه بالrefrigeration cycle. الrefrigeration cycle طبعا تقوم بعملية نقل الحرارة. احنا طبعا نعرف بشكل عام بأن الحرارة تنتقل عادة من الجسم اللي يمتلك درجة حرارة أعلى إلى جسم يمتلك درجة حرارة أقل، وبالتالي هذا هو الانتقال الطبيعي للحرارة. طبعا في عمليات التكييف احنا المطلوب هو العكس، يعني انه ننقل الحرارة من جسم يمتلك درجة حرارة أقل إلى جسم يمتلك درجة حرارة أعلى. طبعا هذه العملية تحتاج بأنه احنا نبذل شغل أو ما نسميه work للمنظومة. منظومة التكييف أو ما نسميه refrigeration cycle اللي تقوم بعمليات التكييف تتكون من أربع أجزاء أساسية. أي منظومة refrigeration system لابد أن تحتوي على هذه الأجزاء الرئيسية الأربعة. الجزء الأول اللي هو الكوندنسينج كويل اللي هي الكوندنسر ما نسميه، اللي هو المكثف واللي من خلاله يتم طرح الحرارة إلى الخارج. اثنين عندك الإكسبانشن فالف اللي هو صمام التمدد. طبعا صمام التمدد هذا دوره هو تخفيض ضغط المنظومة من ضغط عالي إلى ضغط أقل أو نسميه الضغط الواطي. ثلاثة عندك الإيفابوريتر طبعا اللي هو المبخر، واللي يقوم من خلال المبخر احنا نقوم بسحب الحرارة من داخل السبيس. وأربعة عندنا هو ما نسميه احنا الجزء الرئيسي أو القلب النابض المشغل للمنظومة اللي هو الكمبريسر اللي هو الضغط. يعني إذا ناخذ بشكل مبسط، لو أخذنا الثلاجة المنزلية في البيت، فالكمبريسر بالتأكيد احنا حنشوفه في خلف الثلاجة، هو عبارة عن جزء اسطواني لونه طبعا يكون أكحل. المبخر بالتأكيد حيكون عندك هو الفريز أو داخل الثلاجة هو المبخر. وعندك الكوندنسر طبعا هو الشبكة اللي لونه أكحل اللي موجودة في ظهر الثلاجة. والإكسبانشن فالف طبعا هو عبارة عن أنبوب شعري عادة يستخدم في الثلاجة، وأيضا يكون قريب من الكمبريسر يقع في خلف الثلاجة. تلاحظ العملية كيف تكون في الريفريجريشن سايكل. طبعا الريفريجرنت هو راح يكون المائع اللي مر عندنا في داخل المنظومة. طبعا في البداية الريفريجرنت هذا راح يتم ضغطه من خلال الكمبريسر، يتم ضغط الريفريجرنت من خلال الكمبريسر هذا اللي هو نسميه الضغط. فراح يرتفع الضغط من ضغط منخفض اللي هو باللون الأزرق هذا إلى ضغط مرتفع. طبعا عملية ارتفاع الضغط راح يصبح عندنا الريفريجرنت بضغط عالي وبدرجة حرارة عالية، فيحتاج أنه نبرد هذا الريفريجرنت. فراح يمر طبعا الريفريجرنت إلى الكوندنسر. الكوندنسر طبعا راح يتم تبريد الريفريجرنت، وهنالك طبعا إما تبريد باستخدام الهواء أو تبريد باستخدام الماء. طبعا إذا كان تبريد باستخدام الهواء فراح تكون هنالك مروحة تقوم بتمرير الهواء على الكوندنسر لتبريد الريفريجرنت. طبعا بعدها راح يبرد الريفريجرنت ويتحول عندنا إلى سائل ولكن بضغط عالي، فحيمر إلى الإكسبانشن فالف. الإكسبانشن فالف حيقوم بتخفيض ضغط الريفريجرنت من الضغط العالي إلى الضغط الواطي. طبعا الهدف منه من تخفيض الريفريجرنت الى اللو بريشر او الضغط الواطي حتى نسمح للريفريجرنت بالتبخر. بعدها راح يدخل الريفريجرنت الى الايفابوريتر. الايفابوريتر طبعا راح يكون عندي ريفريجرنت بضغط منخفض، فراح ياخذ الحراره من السبيس او من الهواء اللي موجود في الايفابوريتر، وراح يبرد الهواء طبعا، والريفريجرنت طبعا راح يتبخر لانه راح ياخذ الحراره ويرجع على شكل غاز إلى الضاغط، وتعاد العملية مرة ثانية من جديد.
طبعا هذا هو وصف بالضبط لما حصل عندنا وما ذكرنا. طبعا تستخدم المراوح بشكل عام طبعا، يعني لما نتكلم عن السبلت الاعتياد اللي موجود عندنا في المنازل اللي نستخدمه في الحياش، فحتشوف بأن الوحدة الداخلية حيكون هي عبارة عن إيفابوريتر، وهنالك المروحة التي تقوم بتبريد الهواء، وبالتالي الوحدة الخارجية أيضا راح تكون عبارة عن الجزء الخارجي اللي موضوع في الخارج عبارة عن كوندنسر، وهنالك مروحة تقوم بدفع الهواء على الكوندنسر لغرض عملية تبريد الريفريجرنت. الهيت بامز هذا مصطلح يستخدم كثيرا عندنا في موضوع الريفريجريشن سيستم او الريفريجريشن سايكل. طبعا الهيت بام عادة منظومة التبريد او الريفريجريشن سيستم نسميها، طبعا اذا نلاحظ الشكل اللي امامنا في الشتاء طبعا تقوم بعملية التدفئة، يعني تلاحظ بانه في الخارج القطعة اللي موجودة عندك في الخارج راح تكون فيها هي الكولد اير اللي راح يطرح الى الخارج او الحرارة اللي هي طبعا، وفي الداخل راح يكون عندك اللي هو الهوت اير اللي راح نستخدمه لتدفئة المنزل. طبعا نفس الوحدة هذه تلاحظ انه نستخدمها صيفا ايضا بحيث تقوم بعملية التبريد للسبيس في الداخل وطرح الحرارة الى الخارج. فالعملية هذه هي ما نسميها بالهيت بام، يعني انه المنظومة تقوم بعكس الدورة عادة بحيث انه الاجزاء الاربعة اللي تكلمنا عنها اللي هي الايفابوريتر والكوندنسر والكمبريسر والاكسبانشن فالف تقوم هنالك نسميه سويتشز اللي هو ريفيرس فالف يقوم بعكس الدورة، بحيث مرة لما نتكلم احنا شتاء او خلينا نبدي في الصيف، صيفا طبعا تكون الايفابوريتر هي اللي في الداخل وتكون عندك الكوندنسر اللي هي في الوحدة الخارجية. لما شتاء تعكس الدورة طبعا راح يتحول الريفريجرنت بحيث تكون الايفابوريتر هي اللي في الخارج والكوندنسر هي اللي راح تكون عندك في داخل المنزل حتى نحصل منها على الحرارة المطلوبة. نلاحظ هذا توضيح لما يحصل، هذه اللي هي الكولينج سايكل صيفا، فتلاحظ بانه الكمبريسر او الضاغط هنالك طبعا هذا اللي هو ريفيرسينج فالف نسميه، هو هذا اللي يلعب الدور الرئيسي في عملية عكس الدورة. فتلاحظ انه صيفا لما نعطي العملية هي عملية تبريد، فتلاحظ بانه الكمبريسر راح يضغط الريفريجرنت الى الوحدة الخارجية اللي راح تكون بالنسبة لنا الاوتدور كويل، هذه حتكون الان هي الكوندنسر. خلال الكوندنسر طبعا راح نتخلص من الحرارة اللي موجودة في الريفريجرنت، ويرجع الريفريجرنت الى الاكسبانشن فالف، وراح يدخل عندك الى الوحدة الداخلية اللي هي الانسايد كويل واللي حتمثل لنا الايفابوريتر لكي نقوم بتبريد الهواء في داخل السبيس. بعدها تلاحظ راح يرجع عندك الريفريجرنت الى الكمبريسر وتستمر العمليه. شتاء طبعا تلاحظ بانه الريفيرسينج فالف هذا هو اللي راح يقوم بعكس الدوره صيفا، بانه الريفريجرنت اللي يطلع من الكمبريسر ذهب الى الاوتدور كويل. تلاحظ شتاء الريفريجرنت اللي طلع من الكمبريسر عكس الدورة الريفيرسينج فالف هذا وخلاه يدخل عندك الى الاندور او الانسايد كويل، بحيث حول الانسايد كويل هذه الى كوندنسر حتى نستفيد من حرارة الريفريجرنت القادم هذا من الكمبريسر ونقوم بتدفئة الهواء في داخل السبيس. بعدها طبعا راح ينعكس او يستمر الريفريجرنت الى الاكسبانشن ديفايس، ثم يصل الى الاوتدور كويل اللي هو الان اصبح بالنسبة لنا ايفابوريتر في الدورة، ويرجع عندك الى الكمبريسر. فتلاحظ الدور اللي يقوم به هو الريفيرسينج فالف في عكس دورة التبريد صيفا وشتاء لغرض الحصول على التدفئة او التبريد في داخل السبيس.
النوع الثاني أو الطريقة الثانية المستخدمة في عمليات الاير كونديشنينج هي ما نسميها الإيفابوريتيف كولينج. طبعا الإيفابوريتيف كولينج هذه أو ما تسمى الإيفابوريتيف كولر، المبردات التبخيرية، أيضا حتشوفها في بعض الكتب تستخدم بمصطلح السوامب كولر أو ديسيرت كولرز. طبعا هذه شائعة في السوق تستخدم بشكل كبير، اللي هي الديزيرت كولرز أو ما تسمى بالمكيفات الصحراوية. طبعا المنظومة هذه شكلها مثل ما نلاحظه في الشكل اللي أمامي، هي عبارة عن صندوق مكعب، طبعا أحجامه مختلفة. طبعا مثل ما نلاحظ بأن المكعب في 6 أوجه، 4 أوجه في الجوانب، وعندك القاعدة العليا والقاعدة السفلى. طبعا القاعدة السفلى هذه إذا أخذنا شكل أو مقطع للصندوق هذا، في الداخل طبعا تتكون عندك من مروحة، هذه هي البلور الرئيسية، وتكون مثبتة على أحد الأوجه اللي هي الجانبية. طبعا هذه البلورز أو المروحة يقوم بتدوير محرك كهربائي صغير من خلال بيلت اللي هو سير لناقل للحركة. القاعدة السفلى هذه هي عبارة عن حوض تستخدم للماء، هي عبارة عن حوض من الماء، يتم تعبئة القاعدة السفلى هذه بالماء، وهنالك مضخة صغيرة للماء، تقوم طبعا هذه المضخة بسحب الماء من الحوض، ومن خلال شبكة أنابيب تقوم برش الماء على الجوانب الثلاثة للإيفابوريتيف كولر هذه. طبعا الجوانب الثلاثة تلاحظ هي عبارة عن شبابيك، وهذه الشبابيك عادة يكون مثبت عليها ما نسميه احنا السبونج، اللي هي قطع اسفنجية أو مادة اسفنجية، أو مرات تثبت عليها شرائح من الأخشاب. الهدف منه بأنه هذه تحتفظ بكمية من الماء اللي هو ينقل من الحوض في الأسفل إلى الأعلى ويرش إلى هذه السبونج أو نسميه أو الشرائح الخشبية. طبعا الهدف بأنه هذا الشرائح أو السبونج هذه يتم ترطيبها، وبالتالي المروحة من تقوم بسحب الهواء راح يمر الهواء من خلال هذه النوافذ، فراح تكون النوافذ هذه طبعا مشبعة بالماء السبونج هذه، راح تؤدي إلى تبخير قسم من هذا الهواء. طبعا عملية التبخير حتى تبخر الماء الموجود هذا يحتاج إلى حرارة، فالحرارة راح يأخذها من الهواء، وبالتالي راح تنخفض عندنا درجة حرارة الهواء. طبعا هذا شكل الهونيك كومب باد اللي هي الشكل السبونج هذا، وهذه اللي هي الاسبن باد اللي هي شكل الشرائح اللي قلنا بأنه اللي تصنع من الخشب، اللي تكون بهذا الشكل اللي توضع على النوافذ الإيفابوريتيف كولر. طبعا الماء حيسقط عليها من الأعلى، حتتشبع هذه بالماء وتسمح بمرور الهواء الذي راح يؤدي إلى تبخير قسم من هذا الماء الموجود، وبالتالي تنخفض عندنا درجة حرارة الهواء. فنلاحظ العملية بهذا الشكل، القاعدة هي عبارة عن ووتر تانك اللي هو الخزان، هنالك مضخة صغيرة تقوم بدفع الماء إلى الباد نسميها هذه اللي هي السبونج اللي قلنا عليها. طبعا المروحة تقوم بسحب الهواء، فالهواء راح يضطر يمر من النوافذ أو من شباك الإيفابوريتيف كولر، وحيمر خلال الباد هذه اللي هي مشبعة بالماء، وبالتالي حيؤدي إلى تبخير الماء، وبالنتيجة حيبرد الهواء ويدخل إلى داخل الحيز. الملاحظة المهمة، الكيو سنسبل طبعا للهواء الداخل عندنا الى الايفابوريتيف كولر، طبعا هذه تقاس بالدراي بلب تمبريتشر. طبعا راح نتعرف عندنا درجتين حراره نسميها، واحده للدراي بلب وهي درجه الحراره الجافه، راح ناخذها بعدين بشكل اكثر تفصيل. فبالتالي راح تنخفض الدراي بلب تمبريتشر، والكيو الكليه طبعا احنا عندنا نوعين من الحراره، الحراره نسميها سنسبل هيتينج والليتنت هيتينج.
Sensible heating طبعا اللي هي لها علاقة بدرجة الحرارة driver temperature تغير بدرجة الحرارة والليتنت اللي هي لها علاقة بالمحتوى الرطوبي للهواء. الحرارة الكلية بالنسبة لنا هذا المهم تبقى ثابتة، راح يكون عندي هنالك انخفاض في الكيو سنسبل ولكن راح ترتفع عندي الكيو ليتنت خلال الإيفابوريتف كولر. المشكلة اللي نواجهها طبعا في استخدام الإيفابوريتف كولر بأنه الهواء اللي راح يمر راح يبخر جزء من الماء اللي موجود على الباد، فبالتالي الهواء الناتج راح يكون هواء رطب أو نسبة أو الرطوبة النسبية في الهواء راح تكون بالنسبة لنا عالية. ليش تسمى طبعا المكيف صحراوي؟ تلاحظ بأنه لو استخدمنا هذا الجهاز أو الإيفابوريتف كولر في المدن الساحلية مثل مدينة طرابلس، لكون المدينة ساحلية نسبة الرطوبة فيها عالية، فتلاحظ بأنه ما راح نشعر هنالك فرق كبير، يعني الجهاز وكأنه لا يعمل. يعني ليش؟ لأن بأنه الرطوبة عالية ما راح نشعر هنالك فرق كبير في انخفاض درجة الحرارة، بينما يستخدم في الأماكن الجافة الصحراوية لأن نسبة الرطوبة في الهواء عادة تكون قليلة، فعملية التبريد أو تبخير الهواء راح تكون أكبر وبالتالي انخفاض درجة الحرارة تكون أعلى. لذلك بأنه غالبا ما يطلق عليه في السوق أو الشائع في السوق بأنه يسموه مكيف صحراوي. نتكلم عن البروس أند الكونز. البروس اللي هي إيجابيات هذه المنظومة أو ميزات هذه المنظومة اللي هي الإيفابوريتف كولر. الميزة الأولى الكوست إز ليس تو انستول إن سم إنستنسز. طبعا أول ميزة فيها بأن كلفتها مقارنة بأجهزة التكييف هي كلفة بسيطة جدا. طبعا المنظومة تيجي مجمعة بالكامل، مجرد أنت تثبت تعمل فتحة إما في النافذة أو في الجدار وتثبت. طبعا سعر المنظومة مقارنة بسعر التكييف أو الـ Air Conditioning System هو سعر بسيط ممكن يصل إلى الربع. الميزة الأخرى أو من الإيجابيات الأخرى لهذه المنظومة cost is less to run. كلفة التشغيل لهذه المنظومة مقارنة بمنظومات التكييف هي كلفة قليلة. طبعا ليش؟ لأن هنالك محرك صغير كهربائي يقوم بتدوير المروحة، وهذه طبعا في سعة أو قدرة المحرك ما تتجاوز 1600 واط، بالإضافة إلى أنه هنالك مضخة صغيرة اللي هي تقوم برفع الماء من الحوض ورش الماء على السبونج اللي موجودة في الجوانب الإيفابوريتف كولر. طبعا أيضا هذه بأنه كلفة التشغيل لها أو التيار الكهربائي لي أو القدرة الكهربائية المسحوبة هي قدرة بسيطة. الميزة الأخرى بما أنه هي دائما تأخذ الهواء من الخارج وتدخل الهواء إلى داخل السبيس، فهنالك إمكانية دائما بأن نخفض درجة حرارة الهواء الخارجي الداخلي عفوا باستخدام الهواء الخارجي. ليش؟ لأن احنا دائما راح ندخل هواء من الخارج، الهواء هذا يتم معالجته أو تبريده ويتم طرح الهواء الموجود أو الهواء الساخن الموجود في داخل السبيس، فهذه ميزة أخرى من ميزات الإيفابوريتف كولر. طبعا على عكس أجهزة التكييف اللي غالبا ما تستخدم جزء بسيط من الهواء الخارجي وأغلب الهواء هو يكون هواء راجع من داخل السبيس. طبعا الكونز اللي هي السلبيات او المساوئ بالنسبه لهذه المنظومه، اول سلبيه هي الانكريزز هيوميديتي، رطوبه هواء نبي انه نظر لانه الهواء يمر على السبونج ويقوم بتبخير جزء من الماء، فالهواء راح الناتج راح يكون برطوبه عاليه، وهذه الرطوبه نوعا ما يعني تكون مزعجه للانسان في بعض الحالات. السلبيات الأخرى اللي فيها بأنه قابليتها للتبريد، بأنه إحنا ما نستطيع أن نخفض
درجة حرارة الهواء إلى أقل من درجة حرارة أو ما نسميها الويت بلب تمبريتشر للهواء الخارجي، اللي هي درجة الحرارة الرطبة للهواء الخارجي. فبالتالي بأنه عملية أداء الإيفابوريتف كولر هذه يعتمد بشكل كبير على الظروف الجوية أو المناخية الخارجية. يعني لو فرضا أنه الويت بلب تمبريتشر كانت لذلك اليوم مثلا 27 درجة مئوية، فأنا في أحسن الظروف لو كانت كفاءة الإيفابوريتف كولر 100% أنا أستطيع أن أصل إلى 27 ويت بلب تمبريتشر. في يوم آخر لو ارتفعت الويت بلب تمبريتشر إلى 28 أو 29، فتلاحظ بأنه ما إحنا أيضا ما نستطيع أن نصل إلى الويت بلب إلى الويت بلب تمبريتشر في ذلك اليوم، وبالتالي فهي تعتمد على الظروف الخارجية على عكس أجهزة التكييف. من المساوئ الأخرى أيضا والنقطة الثالثة اللي هي تحتاج إلى صيانة أكثر من أجهزة التكييف. السبب ليش؟ بأنه إحنا نعرف دائما المياه اللي نستخدمها فيها كثير من الأملاح المذابة، فعملية رش الماء على الاسبونج هذه وتبخير الماء، فالمتبقي اللي راح يبقى عندي على الاسبونج هي أملاح، وبالتالي بعد فترة راح تبدي تسكر لك هذه الفتحات اللي هي خاصة بالنافذة، وبالتالي تحتاج إلى عمليات صيانة دورية على عكس أجهزة التكييف الاعتيادية أو تجهيز الهواء. السلبية الأخرى طبعا احنا نعرف بأنه يحتاج إلى الماء، وبالتالي فيجب أن نكون في اختيارنا لهذه المنظومة واعين بأنه المنطقة أو المكان اللي راح تستخدم فيه هذه المنظومة تتوفر فيها المياه بشكل كبير، لكي نقوم دائما بتعبئة الخزان وتعويض المياه المتبخرة. طبعا هي تحتاج ان افريج حسب سعة الايفابوريتف كولر بحدود 80 لتر لكل ساعة. الطريقة الاخرى اللي هي في عمليات التكييف الهواء او اللي هي الفري كولينج اللي هو نسميه التبريد الحر. طبعا التبريد الحر هذا هو عادة يتم من خلال استخدام ما نسميه اللي هي درجة الحرارة في باطن الأرض. طبعا تلاحظ بشكل مبسط يتم عمل شبكة من الأنابيب، هذه شبكة الأنابيب مربوطة طبعا بمضخة تقوم بتدوير اللي هو خليط يقوم بنقل الحرارة هذه. الخليط عادة ما يكون هو ووتر أو جليكول ميكس، يعني عبارة عن ماء زائدا مضاف له بعض المواد اللي هي تمنع الانجماد أو إلى آخره أو تزيد من خواص الماء. الأرض طبعا تعتبر خزان كبير بالنسبة لنا للحرارة، يعني نأخذ بشكل مبسط يعني تلاحظ بأنه outside air temperature فرضا هي 34.5 درجة الحرارة في خارج المنزل هي 34.5. طبعا الground loop temperature تكون بحدود 12.8. الهاوس تمبريتشر طبعا باستخدام المنظومة تكون بحدود 19.5 درجة مئوية. طبعا في الشتاء ايضا نفس الكلام، يعني احنا الان عم نتكلم عن الكولينج ولهذا احنا اخترنا اللي هي العملية اللي هي صيفا. الشبكات هذه طبعا يتم تصميمها طبعا بطريقة بحيث انه توضع بطرق مختلفة. هنالك مضخة طبعا بالتأكيد تكون لتدوير الماء خلال هذه الشبكة طبعا، وأيضا في داخل الاندور يونتس اللي موضوعة في داخل المبنى. طب المبنى بالتأكيد حسب الظروف الجوية الخارجية مرات نحتاج احنا انه اللود بالكامل ما نستطيع ان نغطيه من عملية الفري كولينج، فنحتاج الى ما نسميه اوكسيلري سيستم، ومرات طبعا ما تحتاج الى الاوكسيلري سيستم، هذه اللي نسميه المنظومات المساعدة. الفري كولينج يقوم بالغرض هذا بشكل كامل. الأنواع الترتيب بالنسبة للشبكات طبعا هنالك أكثر من طريقة، تلاحظ كل هوريزنتال لوب، تلاحظ بأنه هذه تكون على شكل شبكة أفقية، وهنالك اللي هي الفيرتيكال لوب، هذه الشبكة طبعا تلاحظ تكون عمودية. طبعا هذه تعتمد على إيش؟ تعتمد على توفر المساحة
المحيطة بالمنزل. إذا كان عندك مساحة كافية ممكن أن تستخدم أنت الهوريزنتال لوب، وإذا كانت المساحة صغيرة ممكن أن تستخدم الفيرتيكال حتى أن تكون الشبكة باتجاه العمق وليس بالاتجاه الأفقي. طبعا وفي النوع الآخر اللي هو البوند لوب، اللي هو هتستخدم إذا كان عندك أي بحيرة قريبة طبعا للماء، لأن الماء عادة يكون قريب أيضا من درجة حرارة اللي هو الأرض، وبالتالي أن تمرر الشبكة في داخل البحيرة أو حوض الماء اللي هو القريب. تلاحظ بأن هذه العملية كيف تتم، هنالك مضخة، المضخة طبعا تقوم بضخ الماء إلى داخل الشبكة اللي هي موضوعة في داخل الأرض، وبالتالي هذا الماء راح يفقد الحرارة هذا اللي هو باللون الأحمر، ويتم تبريد الماء ومن ثم إعادته إلى الوحدة الداخلية للتكييف اللي تقوم بعملية دفع الهواء إلى داخل المنزل. بهذا تكون محاضرتنا انتهت، فإذا كان عندنا أي سؤال أو أي استفسار ممكن أن نتواصل من خلال الصفحة ونجيب إن شاء الله على أي تساؤلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.